ومن مصر ظهر ضياء السيد مدرب منتخب كرة القدم في صدارة ترند مواقع التواصل الاجتماعي. ما السبب؟ السبب هنا ليس لتواجده مع منتخب الفراعنة، بل لتسريب خاص به يتحدث خلاله عن فوز الأهلي ببطولة أفريقيا الموسم قبل الماضي على حساب الزمالك، مستخدما كلمة القاضية ممكن أو القاضية ممكن الشهيرة، ما زاد من تداول الفيديو المسرب عبر مواقع التواصل. مدرب المنتخب تحدث عن فرص تواجد شيكابالا بين صفوف الفراعنة. نتابع ماذا قال. عايز نتكلم، قلت له نتكلم في ايه؟ انت جايبني عشان تقول لي نتكلم في ايه؟ قول الكلمتين اللي انت عايز تقولهم يا عم زياد واخلص. هو انت زملكاوي؟ ايوه زملكاوي. جميل زياد اديتها له على طول. لا جميل زياد ده كابتن، قال لي احنا خدنا الدوري. قلت له ماشي والكاس يا كابتن وكل حاجه ناخدها ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. هتاخده شيكابالا منتخب ولا يهوب؟ ولا يهوب يا باشا شيكابالا. لا دي القاضية لبست. القاضية جت يا كابتن. ماشي يا عم. القاضية جت. هجوم حاد تعرض له ضياء السيد بعد تداول التسريب على مواقع التواصل الاجتماعي ليخرج مدرب منتخب مصر ويرد عبر حسابه الشخصي على تويتر، فقال المدرب: انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي، والحيادية هي الأساس للفيديو المسرب. الفيديو المسرب هو دعابة بيني وبين إعداد البرنامج وشيكابالا ابني، وهو يعلم ذلك. وفي عهدي وأثناء ولايتي مع الأمريكي أنا كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا في المنتخب. التعليقات انهالت على أزمة ضياء السيد وتسريبه ضد شيكابالا. فنبدأ هنا بالتعليقات مع محمد الذي قال عبر تويتر: انتماء حضرتك واضح انه مأثر على حديثك عن الزمالك وقائده، طريقتك لا يوجد بها ادنى درجات الاحترام والاحترافية. اما فهمي الذي قال: كابتن ضياء حضرتك محبوب من جميع الزملكاوية، ولكن يجب ان تنحي انتماءك للأهلي وتنظر لمصلحة المنتخب. بينما قال عبد الرحمن: شيء محزن جدا أن يكون هذا تفكير أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ودليل على سوء تنظيم المنظومة بأكملها. وفي الآخر صار آلة الجميع يعلم مدى احترام كابتن ضياء السيد وتقديره لكل من عمل معه. اتقوا الله. وأنت أيضا شاركنا برأيك في تسريب ضياء السيد حول إمكانية ضم شيكابالا للمنتخب المصري.